وايد حلو. بس ما راح نقول لكم احنا الحين رجعنا من المدرسة. شوفنا في السنة في المدرسة على طول رجعنا من المدرسة واحنا من المدرسة والنجود نايمة الحين نوع. احنا الحين في مكان حلو. الحين احنا اول شيء بناكل اكيد ناكل بعدين بنروح لمكان حلو. اقول لا بنعطيكم تلميح. هو مكان هي زي لعبة نركبها واللي بيخاف بيخسر التحدي. هو زي التحدي بتخاف تحدي اللي بتخاف ما تلعب بقية الألعاب. يلا I'm